يا ام الصابرين تهنا وتلاقينا، يا ام الصابرين على الالم عدينا. انتهت معركه الواحات لكن الحرب مستمره، واذا كان هناك من يسكن كهفا او يختبئ في جحر ويعتقد انه يمكن ان يلحق ضررا او شرا او خرابا او دمارا بهذا الوطن، فان لهذا الوطن ابناء اقسموا على ان يحموه بكل ما يملكون. الدليل اهو. تزامنا مع اعمال التمشيط والمداهمه للدروب والمناطق الجبليه لتتبع العناصر الارهابيه المنفذه للهجوم الارهابي بمنطقه الواحات، واستمرارا للجهود المبذوله لتامين حدود الدوله على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه، احبطت القوات الجويه محاوله جديده لاختراق الحدود الغربيه، واسفرت العمليه عن تدمير 8 عربات دفع رباعي محمله بكميات من الاسلحه والذخائر والمواد شديده الانفجار، والقضاء على العناصر الارهابيه الموجوده بداخلها. ياتي ذلك مع استمرار قيام القوات الجويه وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمه واصرار لتامين حدود الدوله ومنع اي محاوله للتسلل او اختراق الحدود.